اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. خلاص ودعنا سنه 2017 ولازم نسال نفسنا، يا ترى احنا حققنا كل اللي اتمنيناه السنه دي؟ انا هتكلم بشكل خاص عن تعلم اللغه الانجليزيه. يا ترى احنا وصلنا لحد فين وطموحنا لحد فين؟ واحنا النهارده في اول اسبوع في السنه الجديده ولازم نحدد الهدف بتاعنا، ان ما تعديش سنه 2018 الا واحنا بروفيشنال في الانجليش. وفي خلال السنه دي هنشتغل على ده ان شاء الله. ومره تانية كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله.